مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف التمور. عندنا اليوم تمر رطب وتمر عين البقرة عين البقر النخلة. من تمور القطيف ينضج في أواخر منتصف الموسم، لونه أحمر شبيه بالخنيزي وينضج بعد الخنيزي. شكل الثمرة كروي مستطيل قليلا ذات قبع كبير. لون البسر مصفر، لون الرطب محمر على سواء مسود داكن. التمر أسود داكن. يوكل رطبا وتمرا. طبعا مذاق التمر حلو بارد. كثير الدبس. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.